انت مش خريج اداب قسم عبري يا ابراهيم؟ ايوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه بامتياز. طيب ما تعينتش مواد ليه؟ عشان في شومه واحده زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسالني انا. هيكون ليه يا باشا الوسايط عينه الخامس والسادس والسابع ولاد الاساتذه. ولاد الاساتذه كنت عايز تتعين معيد ابراهيم؟ عاوز الحق يا باشا، قلت احسن ان جت منهم. وايه حكايه الطالبه اللي ظبطوها معاك في الكافيتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا، جواها سواد وغل بعيد عنك. دي بقى ضريبه النجاح اللي بيقولوا عليها. ضريبه نجاح يا فاشل، قد نزلت في الجرنان وعليها صوره قد كده يا باشا، مكتوب تحتيها فضيحه ابراهيم العزقلاني. يا باشا انا معرفهاش، البنت كانت قاعده في الكافيتيريا وداخل ومفيش غير انا وهي، اسيبها تفيص؟ قعدت ادلك لها رقبتها واعمل لها تنفس صناعي، فجأة روح داخلين عليا واخديني على أمن الكلية، لعبة ومعمولة عليا يا باشا. وأنت تنفس صناعي يا إبراهيم. هو مش موضوع غاوي، بس حضرتك حط نفسك مكاني، لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي إيدك تنقذها، هتسيبها تموت يا باشا؟ أكيد هتعمل لها تنفس صناعي. والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس صناعي برضه؟ لا دي تغور في 60 داهية، ده أنا لو عملت لها تنفس صناعي نفس أنا اللي اتقطع. Go, last one. Okay. أنا شايف تحسن، بس إحنا ماشيين ببطء شوية. كان ممكن نعمل شغل أحسن من كده. بص، أنت أهم حاجة تاكل بغباء وتشيل حديدة تقيلة، وتفرج على نفسك بقى. قول لي، أنت بتاكل لحمة قد إيه؟ كيلو في اليوم. كم؟ كيلو. كيلو؟ وده بقى مستورد ولا بلدي؟ أنا عارف، هو اللي بيتحط قدام البزيخ. لا، طالما كده بقى ألف هنا والشيفة ومطرح ما يسري يمر أبو كبات. يلا كمل يا ونش. بص بقى انا هسيبك شويه 5 دقايق كده وارجع لك على طول. اوكي ماشي. يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس ابعتوا لي في الجيم هنا لمده 2 اسبوع وانا هرجعه لك بطل العالم في كمال الاجسام. مش هتعرفوا سعادتك خالص. الله يخليك. على فكره يا باشا انا ما بقبلش عندي اي حد في الجيم، كل اللي عندي ولاد ناس كبار، ناس باشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. يا تهم في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوفية. سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3 4 ايام، لحقت صرفته؟ ايوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا ايه؟ انا باكل لحمة بس في الشهر ب 1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة، إيه؟ ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك، الدنيا كلها تقطع اللحمة إلا أنا، أنا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وأنت تاكل لحمة غالية و90 جنيه ليه؟ ما في لحمة صومالي ولحمة أثيوبي وفي لحمة كمان مجمدة ورخيصة جدا وكويسة. إن شاء الله تكون لحمة حمير، هو أنا اعترضت يا رؤوف إيه؟ اسمع تهامي، أنت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي أمورك على كده. بعدين أنا هحل لك مشكلة اللحمة إزاي؟ إذا كانت الدولة نفسها مش عارفة تحل مشكلة اللحمة، أحلها لك أنا؟ تهامي، ارجع لشغلك أنا مش فاضي. انت بتعيطي ليه دلوقتي بس يا نوسه؟ ما انت كمان بتعيط اهو. لا هو في راجل بيعيط؟ وبعدين انا عايزك تجمدي، برودة اسود قد الدنيا وبتعيط ازاي؟ انا مش قادره اتصور ان انا عايشه من غيرك يا حبيبي.
اهو نسيبنا بقى نوسة، هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق، اذا انا مش قادره اكفي نفسي هكفيك انت ازاي؟ وهفتح بيت منين؟ بص يا حبيبي، انا مستعده استحمل اي حاجه، هسيب الدنيا كلها علشانك، بس ما تسيبنيش يا دهامي. حتى دي كمان يا نوسة ما نقدرش نعملها، ابوك وامك ما عملوش حاجه وحشه معايا، انا اللي قصرت. صحيح غصب عني، انما هما ذنبهم ايه؟ اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسة، وده حقه. يا دهامي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز تسيبني بعد كل ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ حتى الدبله يا نوسه كنت انت اللي جايباها على حسابك. انا ما استاهلكيش. انا انسان فاشل. ناجي باشا، ناجي باشا، عايزك يا توهان. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبة وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. وحياتك هات لنا 2 كيلو كمان عشان الزهر دول مش هتكفوني. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر ويا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مديلك نمرة تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجة بكلمني؟ بصراحة اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا طهام؟ 185 كيلو يا باشا. بس؟ أنا أعرف إن أنت كنت بتعادل 200 كيلو. زي ما أنت شايف يا باشا. صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. مروها انت. قول يا توهان. توهان انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي. بتاعت الشغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفة؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفة؟ 2 كيلو نيفة تاني وحياتك. كل يا توهان كل. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكل. ولما انت بتنيل وبتحبها قوي بترمي لها الدبله في وشها ليه وتسيبها؟ تحمر يالا؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده. ما كنتش عايز اربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كئيب. هي ابوها بيشتغل ايه؟ في السيرك. بيشتغل ايه في السيرك؟ مروض اسود. ايه؟ مروض اسود. مروض اسود، يسعى المره منك يروح لاسعى كرباك يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مروضة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حته. اسمها ايه؟ نوسة يا باشا. نوسة. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في اقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الاول الهباب اللي انت حبيبته ده. نصلحه بس ازاي يا باشا؟